السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج ملاعب بلدنا. طبعا بنهنئ النادي الأهلي بفوزه الكبير برباعية مقابل هدف على الإنتاج الحربي. طبعا أحرز الأهداف علي معلول، حسين الشحات، وليد سليمان هدفين، وللإنتاج الحربي هدف وحيد لباسم مرسي. وطبعا نادي الزمالك يفوز على المصري بهدف نظيف لنجمه إمام عاشور. طبعا وسموحة يتعادل مع البنك الأهلي بهدفين لكل منهما. طبعا البنك الأهلي مع هيثم شعبان طبعا حاجة كويسة. البنك الأهلي يعني النتائج جيدة، سموحة برضو تذبذب في المستوى. طبعا بالنسبة للنادي الأهلي اليوم طبعا حاجة كويسة، فاز طبعا على الإنتاج الحربي. طبعا الشوط الأول شوط عقيم وإضاعت بعض الفرص من الفريقين، ولكن الصمود أمام المارد الأحمر لن ينتظره أحد، وبالفعل في الفوز في الشوط الثاني يفوز النادي الأهلي برباعية مقابل هدف. طبعا أندية القسم الثالث والرابع تم إلغاء المساحات الطبية طبعا لفيروس كورونا. طبعا لا جدوى لها، وطبعا يعني الاتحاد المصري بيوفر على الأندية التعب والمشقة، طبعا ملهاش لازمة. انا شفت بعناية يعني ملهاش أي قيمة ولا أي حاجة خالص. ولكن هل ذلك تمهيدا لإلغاء النشاط الرياضي أو لإيقاف المسابقات ولا ايه بالظبط؟ ولكن في الايام المقبله هنعرف كل حاجه ان شاء الله. بالنسبه للقسم الثالث طبعا مجموعه بحري المجموعه الحادية عشرة طبعا اقيمت اليوم طبعا مباريات المجموعه الحادية عشرة وهي مجموعه بحري. مركز شباب الدلنجات يتعادل مع ايتاي البارود بهدف لكل منهما، ورشيد يفوز على غزل كفر الدوار بهدفين نظيفين، وحوش عيسى ومركز شباب العبور فوز العبور بهدفين نظيفين على حوش عيسى. كفر بولين ونادي الترام السكندري فوز الترام بهدفين مقابل هدف. طبعا الترتيب طبعا نادي المجد الصاعد حديثا من القسم الرابع للقسم الثالث، طبعا هو نجم طبعا هذا الأسبوع، طبعا ما زال متصدرا ومنفردا على قمة المجموعة الحادية عشرة نحو الصعود للممتاز به، طبعا برصيد 17 نقطة محتلا به المركز الأول في الصدارة. يليه نهضة العمرية في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، ونادي الترام السكندري ب 14 نقطة في المركز الثالث، ومركز شباب العبور في المركز الرابع برصيد 12 نقطة، واسكندرية البترول 12 نقطة أيضا. طبعا كل الشكر طبعا للأستاذ إسلام الصياد، عامل جهد وافر وعامل فريق جيد، فريق يحترم. نادي المجد طبعا صحوة نحو المقدمة وصحوة بين الأندية، طبعا عامل حاجة شغل كويس في الأسكندرية ومتصدر المجموعة الحادية عشرة لدوري القسم الثالث. طبعا اتكلمنا كتير عن عربية الإسعاف وإلغاء أكثر من مباراة في معظم المناطق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم. طبعا لا نقلل من أهمية وجود عربة الإسعاف طبعا، لأن هي طبعا أمان وطبعا بتسعف اللاعبين فور الإصابة، ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم ملزم كل الإلزام انه طبعا مورد للأندية او يساهم بجزء من المورد الخاص في أندية القسمين الثالث والرابع. طبعا في مباريات كثيرة طبعا انتهت بالإلغاء لعدم وجود سيارات الإسعاف، وكذلك في منطقة القاهرة لكرة القدم مسابقات الناشئين لا يقل عن أكثر من 18 مباراة تم إلغائها، والسبب الرئيسي سيارات الإسعاف. احنا بنكرر ما بنقولش ده طبعا يمنع وجود عربة الإسعاف، لا ده مهم جدا جدا جدا، ولكن المورد الأساسي المفروض الاتحاد المصري أو منطقة القاهرة تتبرع أو تمد الأندية
بجزء من القيمة الإجمالية لعربة الإسعاف لتساعد الأندية. وطبعا إلغاء أكثر من مباراة طبعا بتضعف المسابقة، طبعا شكل المسابقة لا يليق بمنطقة القاهرة لكرة القدم، ولكن انتظام المسابقات للناشئين طبعا هيفرز لاعبين جيدين، ولكن هو قرار صائب وقرار جيد لازما او الزامي وجود عربة اسعاف. احنا ما بنقللش من اهمية وجود هذه العربة، ولكن احنا بنناشد المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم وبالاخص الاستاذ احمد مجاهد طبعا بتوفير عربة الاسعاف والمساهمة حتى نخلوها مناصفة ما بين الأندية وما بين الاتحاد المصري أو منطقة القاهرة. الموارد كثيرة بالاتحاد والمناطق، لازما عين الرحمة لهذه الأندية. طبعا عايز أتكلم برضو عن مسابقات الناشئين هذا الموسم، الاكتفاء بالدور الأول فقط لمعظم أو لجميع مسابقات الناشئين بجميع أفرع الاتحاد المصري لكرة القدم. تم إلغاء القسم الثاني أو الدور الثاني لجميع المسابقات في المراحل السنية. طبعا عايزين نتكلم برضو عن سبب الإلغاء، هنقوله فيروس كورونا، ولكن أنت استثنيت دوري الجمهورية بعدم إلغاء الدور الثاني، إيه السبب؟ أدي نقطة. النقطة الثانية طبعا عايز افرز دوري قوي للناشئين لان هم دوت النواه الحقيقيه للمنتخبات الوطنيه، ولكن عايز نفرزه منتخب قوي يبقى في مسابقه جيده، مسابقه قويه تفرز لاعبين جيدين للانديه وكذلك للمنتخبات الوطنيه. ولكن اللي احنا شايفينه كده في مسابقات الناشئين سمك لبن تمر هندي، مفيش افراز لاعب جيد، مفيش تصعيد لاعب جيد او مميز للفريق الاول. المنتخبات المصريه زي ما احنا تابعنا وشايفين طبعا في انحدار تام، مفيش منتخب قوي، ولكن ان شاء الله باذن الله عايزين نلاقي حاجه كويسه تليق باسم الاتحاد المصري لكره القدم. هنطلع لفاصل ونستقبل ضيفي الكريم الكابتن اشرف هاشم المدير الفني لفريق 2007 بنادي حدائق حلوان. ورجعنا لكم تاني، طبعا انضم في الفقرة الأولى الكابتن أشرف هاشم طبعا المدير الفني لفريق 2007 بنادي حدائق حلوان. أهلا وسهلا كابتن أشرف. أهلا بك يا كابتن، منورنا يا كوتش. الله يخليك. أخبارك إيه؟ والله تمام الحمد لله. أخبار سينا إيه؟ والله يعني سينا عايزة تسليط على الضوء. سينا غالية علينا طبعا. الله يديك الصحة يا كابتن، أهم حاجة تكون سينا جوا القلب بتاعنا بس. إن شاء الله. كابتن أشرف في البداية طبعا عايز أتكلم عن فريق 2007، عامل شغل كويس، أداء جيد طبعا بين الفرق في منطقة القاهرة، طبعا في المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة، يعني حاجة كويسة برضه. عايز اتكلم عن فريق 2007. والله يا كابتن 2007 يعني عامل شغل كويس جدا السنه دي، البراعم عامله شغل كويس جدا، والاداء اهم حاجه عندنا الاداء، النتائج ديت بتيجي بعد الاداء ان شاء الله. تمام. واحنا مركزين بنحفظ اللعبة بتاعتنا وبننزل بالمستوى الفكري للاعب علشان نقدر نحفظه هو مطلوب ايه منه في الملعب، ايه واجباته الدفاعيه واجباته الهجوميه، فبالتالي النتائج ديت والترتيب دون مش في اولوياتنا دلوقتي. ولكن بجد احنا مركزين ومحافظين اللعبه بتاعتنا، طريقه اللعبه بتاعتنا، علشان ندي اداء، وبعد كده النتيجه ان شاء الله هتيجي بعد الاداء ان شاء الله، ونحقق المركز الاول ان شاء الله السنه دي. كابتن اشرف عايز اتكلم عن طبعا ابرز اللاعبين المتواجدين بالفريق، انت معاك نجوم جيده وطبعا لاعبين جايين من شمال سيناء، عايز اتكلم عن هؤلاء اللاعبين الجيدين. احنا جايبين طبعا مواليد مختلفه، في 2007 ولد عمر العزازي، وفي محمد جمعه، مركزه عمر العزازي يا كابتن. عمر العزازي بيلعب سنتر فورورد كابتن، لعيب كويس، لعيب كويس جدا. وعندنا برده محمد جمعه برده تحت راس الحربه برده في اتجاه اليمين. وعندنا الولد عبد الهادي ده هداف طبعا راس الحربه بتاعنا ده برده من سينا. وعندنا محمد ابراهيم شهرته فلفل طبعا، ده حارس مرمى محترم جدا. تمام. عندنا برضو بعد رؤوس الحربه اللي هي طبعا مواليد اقل شويه بنشاركهم برضو مع الفرقه، رفعه الحداد ولد ممتاز، زياد
ولد اسمه لوكا طبعا كويس جدا، ومعندي احمد عندي سيد متولي، وعندي صهيب من ام عقبه برده من عندي من سينا. تمام. عندنا شويه برامج كويسين جدا، انا مش عايز انسى حد، وشيكا برده ده حبيبي، وعمر صبيح باك شمال، في بقى لعيبه كتيره جدا. سلامه يا لعيب كويس، سلامه برضو. عبد الهادي شورت، عبد الهادي احنا مسمينه لعيب كويس، كويس شيكابالا جدا. وشيكابالا عندنا 2010 برده عامل شغل حلو خالص. تمام. يعني دول اللعيبه اللي هم اللي جايين من سينا كابتن. ونسينا برضو عمر يوسف ده. انا طب انتوا موفرين لهم سكن يا كابتن في القاهره هنا ولا بيروحوا يجوا؟ لا يا كابتن موفرين لهم سكن، اللعبه بتيجي تبيت هنا معززه مكرمه بفضل الله، اللاعب يبات بينزل بينه وبين النادي بالظبط ما فيش دقيقتين اتنين بالظبط. تمام. وفرنا السكن للعيبه، اللعبه بتاعتنا بتبيت كويس، بنتعامل مع مطاعم نظيفه جدا، للعيبه بتاكل اكل انضف اكل على اعلى مستوى. تمام. بالنسبه للتدريبات يا كابتن اشرف برضو يعني ما التدريبات حضرتك متحدده عندنا يومين اثنين واربع بس، والمباراه السبت، والمباراه بتبقى السبت. فاحنا علشان نقرب عندكم مباراه مصر للتامين يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله السبت اللي جاي بامر الله. طبعا عاملين دلوقتي عشان السفر طبعا وموضوع الكورونا والكلام ده بنقلل مواعيد التدريب شويه، فاضطرينا نتدرب اربع وخميس من كل اسبوع ونريح الجمعه ونلعب المباراه السبت ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن اشرف طبعا عايز اتكلم عن سينا وطبعا مكانتها الغاليه عندنا، وطبعا لعيبه سينا بدات في معظم الانديه المصريه تجول وتصول، من ضمنهم طبعا عبد الله جمعه وطبعا صالح جمعه، طبعا صح اولاد سينا عندنا. طيب حضرتك كابتن محمد موسى ده جن النادي الاهلي، اول حاجه كان الزمالك ثم النادي الاهلي ثم جن الانتاج الحربي محمد موسى، وحاليا مع الكابتن رضا عبد العال في طنطا. ده خريج الاكاديميه عندي زمان، اكاديميه نادي الزمالك فرع العريش. للاسف العريش الضوء مش مسلط عليها، لكن عندنا لعبة كويسه جدا للاسف علشان وضع سينا والوضع الصعب اللي الناس فيه، اللعيبه ما بتوصلش. يمكن انا اول واحد بجازف وبطلع من سينا، وطبعا انا كنت بواجه مشاكل كتيره جدا، انا بطلع باللعبة ديت من سينا، ففي ناس علشان بتدفع مبالغ كبيره جدا عشان يروح الانديه. انا عندي اللعبة سفر وبهدله برضه. طبعا يا كابتن اربع ساعات سفر وخمس ساعات، فالولد طبعا بيبقى عليه تعب من خلال السفر ده، طبعا احنا بنحاول نقلل التعب ده وخدنا السكن عشان يبقى قريب للملعب. تمام يا كابتن. معايا طبعا مداخله هاتفيه الكابتن اسلام محمد مراسل البرنامج. اهلا وسهلا كابتن اسلام. حبيبي يا كابتن احمد، مساء الفل على حضرتك، بمسى على حضرتك ومسى على ضيف حضرتك الكابتن اشرف وعلى كل متابعينا في كل حته. حبيبي يا كابتن. كابتن عايز اتكلم بقى عن اخبار وكواليس النادي الاهلي، طبعا بما انك متواجد 24 ساعه في النادي الاهلي. مبدئيا بس يا كابتن احمد فضل. تسمح لي ابارك لجمهور النادي الاهلي النهارده على المكسب، مكسب كويس جدا رغم سوء الاداء في الشوط الاول. تمام. وده انا قلته طبعا للناس كلها اللي بتتابعنا، بس مكسب مهم جدا. عايز اقول لحضرتك الناس جدا كانت مستاءه جدا من الشوط الاول، طبعا من متابعتي ورؤيتي لجماهير السوشيال ميديا كلها. تمام. الناس كلها كانت مستاءه، بس الحمد لله مستر موسيماني حتى وقت ما بيبدا غلط بيحاول ان هو يصلح في الشوط الثاني، والحمد لله شفنا اداء مختلف في الشوط الثاني. وعايز اقول لحضرتك 16 نقطه 16 هدف دخل في مرمانا هدفين، اقوى هجوم اقوى دفاع. الحمد لله الاهلي في مكانه الطبيعي، والزمالك نزل للمركز الثاني، المركز المفضل لي يعني. ما تقلقش هنكسبوكم الماتش الجاي. كابتن اسلام ببارك لهم طبعا على المكسب النهارده. لا ماتش جيد النهارده طبعا، ظهور اكثر من نجم في نادي الزمالك، مباراه رائعه كانت سجال ما بين الفريقين، مباراه ولا اروع لنادي الزمالك. كابتن اسلام، ما هي اخر مستجدات وكواليس النادي الاهلي؟ تسمح لي بس اقول لحضرتك بس على جزئيه بس صغيره حضرتك اتكلمت فيها طبعا عن اتحاد الكوره والكلام ده كله. عايز بس اقول لحضرتك انديه القسم الثالث والقسم الرابع طبعا في حاله لا يرثى لها طبعا بعد الغاء مساحات كورونا. عايز اقول لحضرتك يعني في يعني التقصير باين قوي من الاستاذ احمد نجاه، طبعا ما ينفعش ان هو موضوع ان المساحات تتلغي، طبعا دي ارواح ناس ارواح لعيبه. عايز اقول لحضرتك من خلال حضرتك يعني لازم نراجع الموضوع ده، وحضرتك لازم تفتح وتتكلم فيها كابتن احمد برضه. كابتن اسلام معلش، في اعتبارات اخرى طبعا احنا مش واخدين بالنا، طبعا منطقه القاهره نيم ده مثال بالنسبه لانديه القسم الرابع، بتعمل مسحتين في الاسبوع
ومباراتين في الاسبوع كده 4 ايام. خلي بالك الفريق الاول في لعيبه بتصف على نفسها، في لعيبه فاتحه بيوت، في لعيبه بتشتغل 4 ايام مفيش مقابل مادي. يعني طبعا هيواجه طبعا صعوبات الحياه بالنسبه للاعبين في القسمين الثالث والرابع. فانت كده يعني انت عايزه 4 ايام في الاسبوع، 2 مسحه ومباراتين في الاسبوع، كده 4 ايام وفاتح بيت، مين اللي هيدير المقابل ده؟ هو ده كابتن احمد اللي انا بكلم حضرتك فيه. هو ده اللي انا بكلم حضرتك فيه. اصل حضرتك انت بتعمل مساحات للقسم الاول والثاني، طب حضرتك القسم الثالث والرابع يعني فاهمني حضرتك؟ والله احنا مع وضد هذا القرار، ولكن دي اروح بني ادمين واروح لعيبه. بس برضه عايز اشوف يعني معلش المساحات ديت لا جدوى لها، لا وعشوائيه يعني ما فيهاش انتظام، ما فيهاش معلش مصداقيه، او مش اللي هي، عايزين الكلام بالمعنى البديل، مش اللي هي. احنا قلنا بس نبعت رساله من حضرتك كابتن احمد، الاهتمام بالقسم الثالث والقسم الرابع لا يقل عن الاهتمام بالقسم الثاني والقسم الاول. يبقى اطلع بقى مبالغ، مثلا اعتمد مبالغ ماليه طبعا عشان صرف الانديه، لان الانديه القسمين الثالث والرابع بدون موارد، فالاتحاد المصري يطلع اعانات لها للانديه لجميع الانديه. بالظبط كابتن بالزبط. اسلام، في مستجدات جديده داخل اوراقه النادي الاهلي؟ طبعا كان في اجتماع زي ما قلت لحضرتك وقلت للناس برضو اللي بتتابعنا النهارده صباحا، كان في اجتماع امس مستر موسيماني مع اجتماع بالكابتن محمود الخطيب بالاضافه للكابتن سيد عبد الحفيظ. تمام. وكان في اخر المستجدات يا كابتن احمد ان مستر موسيماني لسه برضو مصمم ان هو محتاج مهاجم قوي افريقي. تمام. طبعا باستثناء بواليا وصفقه بواليا. طبعا بواليا في الوقت اللي فات كان هو اللاعب الوحيد اللي متاح، وعشان كده الاهلي تم التعاقد معاه. تمام. انما مستر موسيماني مصمم، والتصميم ده مش للفتره دي بس يا كابتن احمد، التصميم ده بقاله فتره طويله جدا من قبل حتى ما يجي النادي الاهلي، هو مصمم على مهاجم. وانا في احدى الحلقات لما كنت مع حضرتك هو مصمم على مهاجم محدد بيلعب في احد الانديه الجنوب افريقيه، مصمم ان هو يكون متواجد. طبعا في حاله ان هو خلاص هيتواجد المهاجم ده، طبعا جونيور اجاييه هيكون اول الراحلين عن النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. تمام. كابتن اسلام شكرا جزيلا طبعا مراسلنا من النادي الاهلي. كابتن اشرف عايز اتكلم برضو عن النادي الاهلي. طبعا الشوط زي ما اشار الكابتن اسلام شوط سيء جدا لا يليق باسم واداء النادي الاهلي. طبعا حضرتك الفرق الكبيره في الدوري بالذات مش بتدور على الاداء، بتدور على الثلاث نقط اهم حاجه. تمام. الزمالك الماتش اللي فات برده ما كانش كويس جدا، ورغم من كده كورتين اتنين من امام عاشور ان شاء الله لاعب هيبقى جيد جدا، والنهارده برده هو سبب المكسب، كورتين اتنين بيشوط الكره من وضع ثبات والكره تحت رجله كويس جدا. تمام. والواد ده ان شاء الله لازم نبص عليه في المنتخب. الزمالكاوي ولا الاهلاوي كابتن؟ لا زملكاوي طبعا، حبيبي الزمالك وفي القلب نادي الزمالك. انا بقدم برنامج بقالي 5 سنين كل اسالهم اهلاوي اهلاوي، كويس انت لا يا كابتن، لازم الزمالك متواجد يا كابتن. كابتن اشرف كلمنا بقى عن قطاع البراعم بين نادي حدائق حلوان، طبعا في طبعا فريق 2009 انت مشرف عام عليها. تمام. بالنسبه للفريق 2009 وال 2010 في ابرز اللاعبين المتواجدين داخل هذا الفريق؟ ال 2009 وال 2010 الفرقه الوحيده اللي لم تهزم على ارضها بفضل الله معايا. ال 2009 عندنا عمر صبيح، وعندنا السيد متولي، وعندنا يوسف خضر حارس المرمى، وعندنا ولد لوكا كويس جدا واشرف من دمياط، وعندنا ولد مسمينه ربع لان الواد ده كويس جدا، وعندنا وعندنا حماده حنبوزو اللي شروطه حنبوزو ده بينزل يكسر الدنيا في وسط الملعب بصراحه. وزياد انا يعني بصراحه مش عايز انسى فيهم حد سلامة. عشان ما يزعلوش، هيزعلوا يا كابتن، مش عايز حد يزعل مني. وفي لاعب جديد حارس مرمى جيد 2007 صلاح من الحراس المميزين، وعمرو برده يا كابتن عندنا برده كويس جدا جدا برده 2007، ومهند كويس، وعندنا يوسف والتوأم اخوه. احنا عندنا بصراحه مجموعه لعيبه كويسه جدا السنه دي اذا اهتمينا بيها ان شاء الله. وفي المعسكر اللي جاي لحضرتك طبعا هتنوع عنه، اللعيبه دي هتبقى ان شاء الله السنه الجايه فيها لعيبه كتير، هتبقى في الدوري الممتاز باذن الله. باذن الله. كابتن اشرف بالنسبه لي ما زلنا في قطاع البراعم، المدربين القطاع معاك الكابتن طارق، الكابتن حماده، يعني الناس يعني مستوى الفني طبعا الكابتن طارق والكابتن حماده من افضل الناس طبعا اللي جات، واللاعيبه طبعا بتحبهم حب كويس جدا، واحنا بنحب اللعبه بتاعتنا، ودي اول حاجه، اول مؤسسه لابد ان هي تنجح الفريق، ان في لابد يكون في ود
ما بين اللاعب وما بين المدرب بتاعه في ترابط ما بينهم في الملعب وفي تفاهم. والثقه دي الحمد لله موجوده الحمد لله رب العالمين. واثمرت النجاح دون ان اللعيبه ما بتتهزمش الحمد لله, في كيمياء ما بيننا وما بينهم. والحمد لله الكابتن طارق والكابتن حمد عاملين شغل كويس مع الفريق بفضل الله, ومعانا كلنا اسره واحده, وان شاء الله هنوصل بالسفينه بر النجاح ان شاء الله. طب بالنسبه للاعيبه شمال سيناء بالاخص, في ارتياحيه في السفر وفي السكن وفي الملعب والتدريب والمباريات؟ في ارتياحيه حتى من اللعيبه الكبار اللي انا جبتها زي فولي وعمر السعيد وشادي, دي طبعا اللعيبه دي انا جبتهم, محمد راضي ومحمد رضا محمد خليل, اللعيبه دي طبعا جبتهم من سيناء, واللعيبه عندها ارتياحيه جميله جدا في النادي, وهم واخدين النادي كخطوه ان هو اول مره يطلع من سيناء, فبالتالي ما يلعب في دوري القاهره دي حاجه كبيره جدا بالنسبه له. احنا كنا بنلعب في الدوري عندنا. طب معانا مداخله هاتفيه ونرجعوا برده لاولاد سيناء. معايا الكابتن هاني القراش طبعا مراسلنا من محافظه الشرقيه. اهلا وسهلا كابتن هاني. اهلا بيك كابتن احمد فواز, تحياتي لحضرتك ولاسره هذا البرنامج الجميل. حبيبي كابتن هاني. كابتن هاني, عايزك تتكلم لنا كده عن القسم الثالث وبالاخص مجموعه الشرقيه وهي المجموعه العاشره. اقيمت هذا الاسبوع طبعا سبع لقاءات في المجموعه. كانت لقاءات قويه طبعا. فريق نادي ميت خلف واجه فريق شباب ديارب, انتهت المباراة بفوز ميت خلف على شباب ديارب 3-2. تمام. المباراة الثانية كانت نادي فاووس ونادي بنوف. نادي بنوف طبعا بيدربه كابتن عصام شعبان نجم غزل شبين وجمهورية شبين. لا كابتن عصام ده عالم طبعا. امام نادي فاووس. تمام يا كابتن. انتهت بالتعادل 2-2. والمباراة الثالثة. شباب ابو حماد ونادي بلبيس. نادي بلبيس استطاع الفوز بغبارة 2-1 على شباب ابو حماد. المباراة الرابعة كانت ميت خاقان أمام نادي غزل شبين. فاز فريق ميت خاقان بهدفين للا شيء. أما نادي الشرعية هو متصدر المجموعة, فاز على نادي ديارب نجم بملعب ديارب نجم 2-0. كابتن اتفضل. كابتن هاني اتفضل يا كابتن. عايز الترتيب والمتصدر. الشرعية كده متصدر المجموعة. فريق الشرعية متصدر برصيد 16 نقطة. تمام. نادي بلبيس بيلاحقه طبعا ب 14 نقطة. المركز الثالث نادي فاووس, وإن كان نادي فاووس له مباراة مؤجلة. كان باي. مباراة زيادة عن الفريقين, فإذا هو بيلاحق أيضا فريق الشرقية نفسه. تمام يا كابتن. المتزايل يا كابتن آخر ثلاثة تحت والله كابتن. المتزايل فرقتين يعني موقفهم صعب جدا, اللي هو مركز شباب عرابي اللي هي قرية هرية رزنة. تمام. اللي هي قرية الزعيم الراحل أحمد عرابي. وأيضا مركز شباب ديارب اللي هو في المركز الأخير برصيد صفر من النقاط حصلت المجموعة. في أخبار تانية يا كابتن هاني؟ هو بس في ناديين من المجموعة دي يا كابتن أحمد. اتفضل. بيشاركوا في بطولة كأس مصر الدور التمهيدي الأول. النهارده اقيمت مباراه بين نادي الشرقيه وغزل دمياط. استطاع نادي الشرقيه الفوز باللقاء على ارض نادي دمياط غزل دمياط بهدف للا شيء. اما نادي ابو كبير فعنده لقاء بكره مع نادي دمياط في مدينه راس البر, وده امنياتنا طبعا ليهم كلهم بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن هاني القراش طبعا مراسلنا من محافظه الشرقيه. كابتن اشرف طبعا ابناء سينا يعني قطاع نادي الزرقاء بالاخص, الفولي لعيب مواليد 2003 لعيب جيد جدا من اللعيبه المميزين والمتميزين طبعا, يعني في مواهب موجوده في سينا يعني. والله كابتن احمد في مواهب كتيره جدا, بس للاسف العائق المادي والمشوار السفر, ان الولد يعني علشان طلع قبل كده وكان بيحس انه ما بياخدش فرصته في الانديه ديت, عامله احباط لابناء سينا. لان طبعا احنا مهمشين اعلاميا بصراحه. الحاجه الثانيه, في بعض اللعيبه اللي طلعت معايا السنه دي هتدي صوره حلوه كويسه جدا للاعيبه في سينا, ودي هتبقى منبر ليا ان انا اقنع اولياء الامور ان يطلعوا بابنائهم ويلعبوا في دوري القاهره والكلام من ده, ويشوفوا حياه ثانيه غير الحياه المعقده اللي احنا بنشوفها بالنسبه للرياضه عندنا, لان الدور عندنا يعتبر ضعيف جدا. تمام. اما بالنسبه للقاهره بنقابل فرق كتيره ومدارس خاصه ومدارس كتيره واكاديميات مستوى عالي, مدارس من الكوره مختلفه,
فدي طبعا هتدي فرصه لابناء سينا ان هم يظهروا ان شاء الله في الدوري القاهري السنه الجايه ان شاء الله يكون اكتر بنسبه اكبر من السنه دي ان شاء الله. طب في لاعبين يا كابتن اشرف خلاص يعني عرفنا ان دول لعيبه مميزين لهم طبعا يعني يعني مستقبلهم جاي ان شاء الله في انديه محترمه. طبعا يا كابتن عندنا مصطفى مدافع مصطفى محمد مصطفى انا نسيته خلاص ده من سينا الولد دون يعتبر من افضل اللاعبين المدافعين بيلعب وبيلعب بيلعب كمان في كذا مركز تاني ممكن لو احتاجناه في اي مكان في الملعب بصراحه لاعب جوكر. فاللاعب الجوكر ده حضرتك بيبقى مطلوب عندي مصطفى دون من اللعيبه الركائز الاساسيه عندي بصراحه. كابتن اشرف حابب في ختام هذه الفقره شكر خاص لمين؟ انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى وبشكر والدتي يعني اللي وقفت جنبي وخالي اللي رباني من صغري وبترحم على والدي رحمه الله عليه وعمامي وكل من يعني وقف جنبي ووصلني للمرحله الكويسه في الرياضه ان شاء الله. ربنا يوفقك يا كابتن. طبعا في ختام هذه الفقره بشكر ضيفي الكريم الكابتن اشرف هاشم المدير الفني لفريق 2007 بنادي حدائق حلوان. طبعا هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام في الفقره الثانيه. في الفقره الثالثه والثانيه والاخيره طبعا الكابتن اشرف وفا الاداري بنادي ازهر الرياض. اهلا وسهلا كابتن اشرف. اهلا بك يا كابتن. اهلا رحيم حبيبي يا كابتن. ومعايا طبعا اللاعب نجم نادي ازهر سعد عزمي مواليد 2003 لاعب نادي ازهر الرياض. ازيك يا سعد؟ الله عامل يا حبيبي اخبارك ايه؟ تمام كابتن اشرف كلمنا كده عن بالنسبه لقرعه مواليد 2000 اللي هتبدا بكره ان شاء الله. طبعا هتبدا بكره بالنسبه للمواليد 2000 ما اشتركوش لغايه دلوقتي في نادي الزرع؟ نادي الزرع؟ لسه وفي دي مواليد 2000 مواليد 2000 دي 2000 ده هتلعب مجموعه المنصوره المنصوره الاهليه صح؟ لعدم وجود فرق في ده عدم وجود في دمياط. تمام. سعد قول لي كده انت مركزك ايه في الملعب يا سعد؟ هاف شمال. تلعب هاف شمال. لعبت فين قبل كده؟ لعبت في نادي الناسية. نادي الناسية في درجة تالتة في الفيوم ولا في بني سويف؟ بني سويف. كابتن اشرف كلمنا كده عن بالنسبه للعمل الاداري طبعا وتسويق اللاعبين داخل نادي قطاع الناشئين بنادي الزرع. هو في معايا في اداريه اسمها مها وفي اداريه برضو اسمها شغالين معاك يعني كابتن نجاح مع كابتن احمد رئيس القطاع. تمام. وهم اللي بيتولوا مسؤوليه التأييد. تمام. معايا وكده. واحنا بنحاول ان احنا نشوف لعيبه كويسه بتنفع مثلا نادي على قد ما بنقدر بنجيب يعني. سعد كلمني كده سعد عن بقى بدات فين كده بعد هناسيا والمدربين اللي اشتغلوا معاك. المدربين اللي اشتغلوا معايا كابتن احمد كمال والكابتن ايمن. الكابتن خالد من بني سويف. تمام. دول اللي اشتغلوا معاك يعني المدربين دول. طب انت انضميت لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء طبعا شايفه محطه ليك في المستقبل؟ لا مش محطه. امال يعني انت عايز تبقى موجود على قوه النادي؟ تمام. بس محطتك الفريق الاول مثلا؟ ان شاء الله. يعني صعود في قطاع الناشئين وتبقى متواجد في الفريق الاول. ان شاء الله. تمام. كابتن واصل اللاعب ده لاعب كويس وجاي من ناحيه كابتن جمال ياسين اللي هو اخو كابتن ربيع ياسين. كابتن جمال طبعا. واللاعب ده لاعب كويس جدا. بس كابتن جمال كان هنا دلوقتي في الاستوديو. تمام. كان هيطلع. طب كابتن اشرف كان هيطلع الفقره اللي بعد دي يعني بس جت في ظروف كده حصلت. ما فيش مشكله. فاستاذنك كابتن اشرف كلمنا بقى عن الـ بالنسبه لانتهاء المسابقات بعد الدور الاول. يعني الجاهزيه هل القطاع هيقف ولا الاستمراريه وتدريبات ومباريات وديه؟ احنا لسه دلوقتي ما شفناش موضوع كورونا ده بقى اللي تمام. ما اعرفش بقى الدنيا هتبقى ايه يعني. سعد بالنسبه يا سعد يعني الفريق 2003 اللي انت منضم اليه بدات التدريبات مع الفريق؟ ان شاء الله ابدا من يوم الاحد. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انت عندك استعداد طبعا بالنسبه لقطاع الناشئين وبالاخص فريق ال 2003. ان شاء الله. ربنا يوفقك كده. طبعا يا ريت تعرضوا لنا الصور طبعا صور الاسبوع لان طبعا في فوز عايزين نبارك فوز قطاع الناشئين بنادي الزرقاء وكذلك قطاع ال يا ريت تجيبوها لنا من الاول ما شفتهاش.
طيب ماشي، ده قطاع طبعا فريق ال 2007 بنادي المكس السكندري المتصدر المجموع بفوز 4 مباريات متتاليات بدون تعادل او هزيمه، طبعا بقياده الكابتن محمد ادري والكابتن نبيل توفيق المشرف العام على قطاع البراعم والكابتن جمال شلبي الاداري والكابتن الحن طبعا مدير فني الفريق الاول. مجموعه طيبه، مجموعه ال 2007 فرقه هايله متصدره دوري المجموعه ب مجموعة الاسكندرية برصيد 12 نقطة من 4 مباريات فوز، وعدناهم طبعا هنعرض الصور طبعا لاعبين مميزين زي امثال عبد الله سمارة النجم الكبير، طبعا الكابتن محمد ادري المدير الفني لفريق ال 2007 بنادي المكس السكندري والمتصدر لمجموعة الاسكندرية برصيد 12 نقطة من المدربين الصاعدين الواعدين الكفاء، عامل شغله جيد مع الفريق ده، هو الفريق عبد الله سماره، محمد عاشور طبعا الشاذلي، احمد الشاذلي طبعا، توفيق من اللعيبه المميزه، زياد حامد حاجه كويسه، زياد فاكهه طبعا، في لعيبه مميزين طبعا زي محمد حسن من اللاعبين المميزين بالفريق. تمام، ده الكابتن محمد ادري برضه اللي عامل شغل كويس مع الفريق وكرمنا الفريق في ملعب الجيش بمدينه الاسكندريه، شيف مرزوق وطبعا ضياء لعيبه مميزه جدا من اللاعبين المميزين في قطاع البراعم بنادي المكس السكندريه. الكابتن اسامه حسن المشرف العام على قطاع الناشئين بنادي الزرع الرياضي اللي محقق نتائج طيبه مميزه وحاجه كويسه، ده برضو الفريق فرحه الفوز والنصر في 4 مباريات. طبعا فريق 2005 فريق جاي جدا بنادي الزرع الرياضي بقياده الكابتن محمد بيبو اللي عامل صراحه شغل كويس ونتائج جيده في فريق طبعا الزرع الرياضي من اللاعبين المميزين. طبعا فريق 2005 ده برضو ال 2007 اللي احنا اتكلمنا عليهم. تمام، بالنسبة برضو لمواليد 2003 بقيادة الكابتن حادم الكومة المتصدر مجموعته في نادي الزرقاء الرياضي بمدينة الزرقاء من اللعيبة الكويسة، تمثال الفولي وامثال احمد شطة لعيبة مميزين جدا في قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي طبعا، وكذلك الكابتن احمد حمد اللي عامل شغل جيد جدا مع فريق ال 2004 في قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. طبعا ما ننساش طبعا احمد اسامه طبعا لاعب جيد مواليد 2009 ابن الكابتن طبعا اسامه من اللاعبين المميزين اللي يكون لهم ان شاء الله باذن الله مستقبل طيب وباهر. معي مداخله هاتفيه الكابتن خالد نجمه المدير الفني لفريق ال 2006 بنادي العاب دمنهور. اهلا وسهلا كابتن خالد. الو الو، ايوه ازيك يا كابتن خالد، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن احمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي، انت عامل ايه؟ الحمد لله والله تمام. طبعا اتفضل. طبعا انت عامل نتائج كويسه ومتصدر دوري البحيره بنادي العاب دمنهور مواليد 2006 وصعود لدوري القطاعات، طبعا بنبارك لك طبعا وعامل شغل كويس مع هذا الفريق. الله يبارك حضرتك، والحمد لله احنا صعدنا السنه دي لدوري القطاعات. تمام. من فريق 2006 انا نفس الفريق ده بقالي سنتين. تمام يا كابتن. كابتن خالد مكان بس في شبكه كده عشان الصوت بس، يبدو الاتصال انقطع. كابتن اشرف، بالنسبه يعني لفريق 2003 يعني متصدر مجموعه دمياط نادي الزرقاء، عامل شغل كويس بقياده الكابتن حاتم الكومي طبعا، ولاعبين جيدين امثال الفولي واحمد شطه، لعيبه المميزين، لعيبه ديانه ان شاء الله هتطلع من الزرقاء على انديه كبيره زي ما انا بنشوف
ان في اي لاعب كويس ومميز بيطلع مثلا لنادي الاهلي ياخده، نادي مثلا انبي بياخد، نادي بتروجيت، اي انديه من الانديه الكبيره بتاخد من قطاع نادي الزرقاء لاعيبه دلوقتي حاليا. يعني اللاعب الكويس اللي رئيس القطاع بيشوفه ان هو جيد يستاهل بيعرضه على الانديه بيتاخد على طول، والقطاع بسم الله ما شاء الله كويس جدا. برضه ال 2004 مع الكابتن احمد حمد، كابتن يعني كلهم الكابتن احمد عامل شغل كويس، كلهم كويسين، وضياء والناس دي كلها. وبالنسبه برضه للكابتن كريم احمد فريق 2002 والكابتن علي غازي مدير فني 2004، كلهم مدربين مميزين. وبصراحه يعني في طفره في بيجي لعيبه حتى كمان بتبقى ضعيفه بتزيد تحت ايديهم، في طفره كويسه في القطاع. الكابتن طبعا الكابتن اشرف عطيه المواليد 2009 اللي عامل نتائج كويسه صراحه، هو بصراحه السنه دي واللعب كويس اللعب طبعا البيلي انديله كابتن من لعيب كويس المتصاعد من 2001 ل 99 عامل مباراه طيبه النهارده، احرز هدفين تمام، واللي هو كويس برضه ما هو بيصعد للفريق الاول تمام. الفريق الاول اصلا بيدور على نماذج كويسه على اساس ان هو يفضل في الدوري شغال وممكن يصعد كمان تمام. وبرضه الكابتن محمود حنف اللي ماسك مواليد 2000 برضه هيبدا ان شاء الله المسابقه بتاعته الاسبوع القادم باذن الله. كلهم مدربين كويسين جدا ان شاء الله. سعد كلمني كده سعد بقى عن يعني انت اهلاوي ولا زملكاوي الاول؟ اهلاوي طبعا. اهلاوي طبعا، انت بتقولها طبعا كده ايه ماشي يا سعد. كلمنا سعد كده بالنسبه ان شاء الله باذن الله تطلعاتك في الفتره القادمه. ان شاء الله في الفترة القادمة مع التدريب ان شاء الله وبقى ان شاء الله انت بحاجة كويسة كده ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك حاجة كويسة كده سعد كده باذن الله. طبعا مش عايز انسى مدربين قطاع الناشئين بنادي الماكس طبعا، الكابتن صابر محمود المدير الفني لفريق ال 2004 والمحقق لنتائج طيبة ومميزة، وطبعا الكابتن اسلام المصري طبعا اللي عامل نتائج كويسة ومتصدر ايضا مجموعة الاسكندرية به بمواليد 2005 برضه عامل نتائج محترمه، وكذلك طبعا الكابتن محمد فواز المدير الفني لفريق ال 2003 وبرضه عامل نتائج كويسه جدا. القطاع كله على مرام حاجه كويسه حاجه مفرحه. بالنسبه ايضا لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي طبعا ال 2003 متصدر مجموعته، النادي اللي بالنسبه لفريق ال 2002 بقياده الكابتن كريم احمد طبعا عامل نتائج جيدة، طبعا أفرز بعض اللاعبين المميزين في الفريق، طبعا مواليد 2009 مع كابتن أشرف عطية، مواليد 2000 مع كابتن محمود حنفي، مواليد 2004 مع الكابتن أحمد حمد برضه عامل نتائج طيبة، وطبعا أفرز لنا بعض اللاعبين الجيدين في القطاع اللي إن شاء الله يكون لهم مستقبل طيب إن شاء الله في الفترة القادمة. وطبعا مواليد 2005 الكابتن بيبو، والمواليد 2006 الكابتن عثمان اللي حقق انتصار طبعا في الاسبوع الماضي بفوز كبير على نادي المستقبل بثلاثيه نظيفه. طبعا مش عايز قبل ما انسى موضوع الاسعاف، موضوع الاسعاف مهم جدا للقسمين الثالث والرابع وقطاعات الناشئين، ولكن المساعده والمساهمه مع الأندية الشعبية أو الأندية الضعيفة الموارد. طبعا الاتحاد المصري ياريت يبقى في نظرة لهؤلاء الأندية علشان المسابقة تبقى منتظمة بدل ما يبقى في انسحابات أو إلغاء مباريات. لا، المسابقة جيدة، المسابقة منتظمة، في قوة منافسة إن شاء الله بإذن الله. هيبقى كده لنا كلام عن موضوع عربية الإسعاف إن شاء الله، ويبقى في حل بإذن الله نتواصل إليه من قبل الاتحاد المصري. كابتن أشرف في نهاية هذه الفقرة حابب تشكر مين ختاما؟ أنا أشكر دكتور محمد عبد الغفار وفا تمام جوز أختي تمام يا كابتن، وبقول له ربنا يوفقك، وإحنا بنشكره طبعا دكتور هنا دكتور محمد. سعد حابب تشكر مين بقى؟ حابب أشكر والدي والدتي وأخويا مصطفى اللي وقفوا معايا، وإحنا بنشكرك يا سعد. طبعا في ختام هذه الفقرة طبعا بأشكر ضيوفي الكرام، وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا في يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 11 مساء وبرنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.